برضو مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم. اولا انا بشكركم جدا على ان حضراتكم بتقولوا لي ان انت يعني هنا في البرنامج مش بنهاجم، بننتقد ما حدث مع النادي الاهلي في المباراه النهائيه وما حدث من رئيس الاتحاد المغربي الحقيقه خلال الفتره السابقه. فلقيت بعض المسجز اللي جايه لي على الاكونتس الخاص بيا من بعض الناس بتقول لي هما مغاربه الحقيقه، بيقولوا لي يعني انت بتقول اي كلام، والمعلومه اللي انت بتقولها هي معلومه خاطئه، والمعلومات اللي انت بتضحك على الناس بالكلام اللي انت بتقوله. فانا الحقيقه قعدت اعيد الكلام او ارجع الكلام اللي انا بقوله، وانا قلت حاجه غلط ممكن مثلا وانا بتكلم، لقيت نفسي يعني وانا بتكلم كده لقيت الكلام بيتقال ازاي. ان انا قلت ان في المغرب او كوت ديفوار كانت متفوقه على المغرب ولازم المغرب تكسب كوت ديفوار 2-0، لكن هو ساب ايه مثلا؟ والله ناس لطيفه جدا. هو ساب مثلا وانا بتكلم عن ان بكاري جسامه اللي حكم مباراه الاهلي والوداد ساعتها هو اللي سافر مع منتخب المغرب في نفس الطياره، ومنتخب المغرب كان بيلاعب كوت ديفوار وكان يستحق له التعادل فقط لانه كان متفوق على كوت ديفوار بنقطه. فلو كان جاب لو تعادل فقط كان وصل. ومين اللي حكم هذه المباراة النهائية ما بين كوت ديفوار والمغرب؟ بكاري جسامة برضو. فهو الناس سابت كل المعلومات دي وبتتكلم ان انت يعني لا، ما هو ده حصل. ليه بكاري جسامة سافر مع منتخب المغرب على نفس الطيارة؟ معلش يا سيدي انا غلطان، معلش انا اسف، بس هل ده كلام؟ هل حضرتك سايب كمية المغالطات اللي حصل؟ هو أنا اللي نزلت ضربت حكم على قفاه؟ هو مش فوزي لقجع ده اللي ضرب الحكم على قفاه ولا أنا؟ وعدت؟ مش أنا والله، هو فوزي مش أنا، ماليش دعوة. الله، هو مش في البرنامج ده إحنا قلنا إن لازم حد يرد يا باشمهندس هاني، رد على هاني أبو ريدة، رد على فوزي لقجع والكلام الفساد اللي هو بيقوله لانه بيطولك وبيطول كل واحد فينا. احنا قلنا هذا الكلام في هذا البرنامج. فدايما سايبين المعلومات الصحيحه كلها اللي هي بنسبه 99% وواقف مثلا على 1%، الحاجه اللي هي ملهاش لازمه يعني اللي هي على جنب. يعني عشان تبقوا حضراتكم بس عارفين، هو منتخب كوت ديفوار اتعادل مع المغرب في المغرب في 2017 ولا في 18؟ 2017. فكلام غريب جدا ومواضيع غريبه جدا وبتدخلوني في حاجات. انا يا سيدي يا حبيب قلبي، انا بتكلم عن رجل يتكلم عن الفساد ليل نهار وهو ايده مغسوله بامور كثيره جدا جدا جدا. فبلاش نتكلم عن ميزانيات الكاف واللي بيحصل فيها وهو مسؤول رئيسي عن ما يحدث في الكاف او ماليات الكاف. ما احنا ممكن نفتح في حاجات تانية كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها. فمن فضل حضراتكم يعني انا بتضايق جدا من مثل هذه الامور.